محمد سعيد، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اكيد باكد على كلامك يا محمد، ان شاء الله باذن الله النهارده تكون المباراه وال 90 دقيقه الاولى تكون من نصيب النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بالفعل يمكن بيضرب بالماء وبيضرب بيضرب بالمثل يا محمد، طبعا زي ما انت عارف النهارده يمكن كالعاده جمهور النادي الاهلي متواجد من امس على التذاكر، الناس كانت بايته في الشارع بصراحه، ويمكن بعض اللقطات كانت معانا على شاشه قناه النادي الاهلي حبا في النادي الاهلي، وايضا كمان نظرا لاهميه هذه المباراه. اكيد هنتكلم عن كل الامور والكواليس الخاصه بفريق النادي الاهلي، لكن سريعا ينضم لي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي مهندس خالد الدرندلي، برحب بيك في البدايه وان شاء الله نكون موفقين باذن الله. شفتونا كده واحنا لسه ما لبسناش ويعني زي بعض. لينا الشرف كالعاده طبعا نكون متواجد معانا وبتحدث طبعا سواء الاعضاء او جمهور النادي الاهلي، مباراه يمكن غايه في الاهميه، استعداد مكثف من مجلس الاداره، توفير كل الامور الخاصه فريق النادي الاهلي لهذه المباراه الهامه جدا. حابب اتكلم على المباراه، بتشوف المباراه ازاي ومدى استعداد فريق النادي الاهلي ازاي خالد بيه؟ والله هو استعداد الفريق واستعداد المجلس الاثنين، يعني بالزبط. احنا في المعسكر بقى لنا كام يوم لاستمرار لحد الجمعه الجايه ما يخلص ان شاء الله، لان الماتش مش النهارده بس، فبنامل بقى النهارده كده ان احنا مش عايزين نقول بقى، احنا عايزين دايما نبقى قلقانين، هو ده اللي انا يعني بيطمني ان احنا بنبقى قلقانين، فاحنا قلقانين وده صح، لما بيبقى مش قلقانين بيبقى في نوع من التراخي بالزبط. احنا قلقانين كلنا كجهاز فني وكمجلس اداره كاعضاء وكجمهور، كلنا قلقانين وده صح، وان شاء الله كده ربنا يوفقنا، لان احنا المباراه دي او الموقف ده مرينا بيه كتير، والحمد لله ان احنا وفقنا في كل المرات اللي فاتت. عايزين المباراه دي مباراه مصيريه، النهارده احنا عايزين نخلص الماتش هنا قبل ما نروح هناك، مش عايزين يبقى عندنا حمل هناك زي ما حصل في مباراه الصيف الجزائري، فان شاء الله النهارده يا رب كده نخلص المباراه النهارده باذن الله. كان كبير من مجلس الاداره لحضور الجمهور بالكثافه وبالعدد الكبير ده، من فترات كبيره جدا ما شفناش 50,000 و60,000 يكونوا متواجدين في المدرج، بتشوف حضور الجمهور ازاي ومدى الرساله الهامه النهارده لجمهور النادي لازم يقدمها خالد بيه؟ لا الجمهور طبعا احنا متاكدين الجمهور هي عدد كبير والجمهور كله جاي متلاهف وعايزين نستعيد بقى اللقب ان شاء الله، انما احنا نامل بس ان الجمهور يكون على صوره محترمه وصوره تليق باسم النادي الاهلي، لان كل ده هيعكس فيما يستجد بقى من مباريات ثانيه بعد كده، يمكن تكون فتحه خير ان الجمهور يعود ثاني. في نفس الوقت احنا عايزين الجمهور يعامل الضيوف بكرم باحترام، لان احنا هنروح نلعب هناك تاني، فاللي هيحصل هنا هيحصل هناك، فاحنا نفسنا النهارده ان شاء الله كده تطلع المباراه محترمه ومباراه تليق باسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ويا رب يا رب يا رب زي ما بقول لك كده الجمهور يكون هو اللعيب رقم 12 وفعلا نخلص سنه ان شاء الله. يمكن حضور مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب والدعم المستمر والجلسات المستمره بينعكس على اللعيبه وبينعكس على الجهاز، ان فيه اهتمام كبير جدا كعاده مجلس الاداره، لكن في المراحل الصعبه او في الاوقات الصعبه بيبقى لها مردود كبير جدا يا استاذ خالد. بص هو الكابتن الخطيب هنا بقى له يومين، احنا كلنا طالعين مع الفرقه في المباراه الجايه ان شاء الله، كل مجلس اداره طالعين من يوم الثلاث مع الفرقه في نفس الطياره، لان زي ما بقول لك احنا بنعيش معسكر، احنا تعودنا على مباراه تونس دي بالذات يعني، وبعدين في نفس الوقت انا عايز اقول لك احنا لما بنرجع بالذكريات كده في ناس حتى كانوا قاعدين معانا بيقولوا احنا جايين الخميس، قلت لهم لا الخميس دي ما احسش ان انا في بعثه النادي الاهلي، لازم الواحد يحضر التمرين ويحضر اللي بنقعد مع اللعيبه، احنا كلنا في معسكر فعلا يعني. وبعدين انا في مباراه مش قادر انساها مدى حياتي، مرات صفاقسي، فطبعا يعني دي شوف احنا كنا رايحين من هنا واحد واحد، ان شاء الله مش هتتكرر، هنطلع من هنا اكتر باذن الله، بس انا بقول ان احنا الحمد لله ان احنا في تونس الملعب مش غريب علينا، الوضع في تونس مش غريب علينا، نتائجنا وتاريخنا بيقول ان احنا ان شاء الله نحسم اللقاء باذن الله. 180 دقيقه، 90 دقيقه الاولى هنا، 90 دقيقه الثانيه في رادس وفي تونس، لو في رساله بنوجهها للعيبه، لعيبتنا عارفين على قدر المسؤوليه وعندهم تركيز، لكن بحجم الاستاذ خالد الدرندلي تقول ايه لكل لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه؟ والله النهارده الرساله طبعا هم مش محتاجين، هم اللعيبه انا عايز اقول لك يعني احمد فتحي كان بيصارع عشان يلعب، اللعيبه كلها عندها امل وعندها اصرار على الفوز سواء هنا او هناك، لان ما عندهمش الرهبه، اللعيبه عندها خبره وعندها تاريخ في هذا الموقف، فهم عايزين يزيدوا لقب جديد في تاريخهم ولقب جديد للنادي الاهلي، دولاب البطولات ان شاء الله النهارده يزيد باذن الله، فهم عندهم هذا الاصرار وهذا الحلم، وباذن الله انا واثق ان هم قادرين على تحقيقه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله نفرح باذن الله بعد المباراه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي جدا.